السلام عليكم البنات متتبعين قناة ميلودي الحادقة، مرحبا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله البنات انا غادي ندير واحد الشوربه ديال العدس الاحمر وديال الخضار. هاد العدس الاحمر كلشي كيعرفوا راه صحي، مزيان لفقر الدم، مزيان للوليدات، مزيان للكبار والصغار، راه كيجي بنين ولذيذ بزاف. والخضار راه كلشي كيعرف الخضار تاهي فيها منافع كثيره، كيف العدس الاحمر فيه منافع كثيره والخضار تاهي فيها منافع كثيره. البنات نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه وصحه جيده باذن الله. بسم الله انا غنبداكم بالمقادير. هنا دايره القليل من الزيت النباتيه، وكنحتاج ليها بصله مقطعه. اش كتشوفوا هذه البصله مقطعه قطع عشوائي، نشحر هذه البصله شويه ونعود نكمل معكم الخضار الاخرى. انا تنحتاج ليها البصله، انا ما نبغيش نبقى نطول لكم الفيديو بزاف. عندي البصله، بصله كبيره مقطعه، وعندي الجزر مقطع، وهنا البطاطا مقطعه، هنا المطيشه مقطعه، هنا عندي مطيشه ديال الحك اللي توفرت لي كانت عندي في الفريغو. هي كتبغي تا الفلفل، عفوا كتبغي الفلفل الحمراء وانا ما توفرتش ليا. وهنا التوابل، خليكم مع التوابل البنات. هنا عندي 4 دروس الثوم، وعندي القزبر يابس، وعندي سكينجبير اللي هو الزنجبيل، والابزار اللي هو الفلفل الاحمر، عفوا الفلفل الاسود، التحميره اللي هي الفلفل الاحمر، وعندي الملحه، وكنحتاج زلافه ديال العدس الاحمر مغسوله. بنات انا درت هاد البصله غتشحر ليا هي الاولى، عاد نعاود نزيد عليها هذوك الدروس ديال الثوم، ومن بعد انا طيبت الماء اللي غادي نغوي به هاد الشوربه. انا طيبته، انا نزيد عليها الثومه البنات مقطعه غليظه، حيت من بعد غنطحنها بالميكسور. هنا البصله راه تحرات ليا مزيان، انا غادي نزيد عليها الخضار. هنا غنخلي هاد الخضار حتى تشحر مع البصلة، عاد غنزيد عليها التوابل. هاد العدس البنات راه صحي، راه كلشي عارف العدس صحي، ولكن هاد العدس الاحمر راه كتر من العدس العادي. هاد العدس الاحمر راه فيه راه صحي ومزيان للناس ديال فقر الدم، مزيان للوليدات، فيه الخضار، فيه كاع التوابل اللي مزيانه كتكون فيه. من هذا الفيديو يكون ان شاء الله الصوره تكون واضحه لكم مع داك الدخان ديال الفوار ديال الخضار كتضرب ليا الكاميرا. نتمنى تكون واضحه. انا نغطيها شويه. هنا البنات بعد ما تشحر ليا هاد الخضار كامله مع بعضياتها، نزلت شويه الطياب حقاش العدس باغي كيطيب، غنزيد على هاد التوابل. نخلطو مزيان حقاش هاد العدس راه باغي كيطيب، وانا ملي غادي نغوي بيه راني نطيبه. بعد ما درت هاد التوابل غنزيد العدس ديالنا اللي غاسلاه من قبل،
غادي يقرب يطيب انا غادي نزيد ان شاء الله شويه ديال الزيت البلديه، واللي ما توفرتش ليه بلاش. انا كتعجبني فيها الزيت البلديه، كتجي عاطي واحد زوينه، واخا راني خاصني فيها الفلفل الاحمر ما توفرتش عندي، وانا ما كنتش ناويه نديرها حتى باش نقرب واش غنديرها. هادشي علاش ما جاتش ليها الفلفل الاحمر، تاهي كتعطي فيها واحد البنه زوينه، وكتعطي فيها تاهي صحيه، تا الفلفل راه صحيه. اللي ما عندوش وليدات كياكل ليهم الفلفل الاحمر، الفلفل كامله تقدر ديريها تاهي مع هاد الشوربه، راه ما غاديش تردو ليها البال. هنا دابا بقى ليا الا نروي عليها ونسد عليها دغيا كطيب، مكنسدش عليها، ما دايرهاش الطنجرة، ما دايره لا في كوكوط لا كتشوفو البنات هنا رويت عليها، أنا درت ليها الروا الكافي، وغادي نسد عليها حتى طيب ونعاود نتلاقى معاكم. هنا بعد ما طاب لينا هاد الشربة طابت كاملة، دابا يمكن ليا نطحنها بالميكسور. هنا الصداع ديال الميكسور تنطحنها ونعاود نتلاقى معاك. هنا البنات بعد ما طحنت بالميكسور، هي الشوربه ديالنا واجده. هنا هذا هو القوام ديالها، انا ما يمكنش ليا نزيد حتى شي شويه ديال الماء، جاني الماء هو داك القوام ديالها. دابا غندير الطبخه واحد شويه فوق البوطه ايوا نقدموها بالصحه والراحه. الطبق النهائي البنات ديال الشوربه اللي شاركت معكم اليوم هو هذا، هذه هي الطريقه ديالو. درنا ليه شويه ديال المعدنوس ذوقناه به، وشويه زيت الحامض البلدي. نتمنى هاد الشوربه تجربوها ولا جربتوها عجباتكم، ما تنساوش ديروا لينا جيم وديروا لينا ابوني، واللي ما مشاركش معنا يشارك معنا. وشكرا للناس اللي مشاركين معنا، وشكرا للناس اللي كيتابعونا. وما بقى ليا نقول لكم الصحه والراحه وشهيه طيبه وبالتوفيق للجميع.